بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف الثامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن زكاة الأنعام، والأنعام يقصد بها ثلاث أشياء: الإبل والبقر والغنم. وسميت الأنعام بهذا الاسم لكثرة نعم الله فيها على خلقه سبحانه وتعالى. ولا شك أن نعم الله على الإنسان نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، من الإبل والبقر والغنم، وهذا يقتضي شكر الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر هذا الشكر إخراج زكاتها، فما هي وجوب، ما هي شروط وجوب زكاتها، وما هي أنصيبتها. أولا يعني استذكر ما أخذناه في الصف السابع، مفهوم الزكاة. هي الزكاة هي مال مقدر شرعا جعله الله تعالى في أموال الأغنياء يدفع للفقراء لمن يملكون النصاب. والنصاب هو المال الذي يكون في مال الرجل الغني، وقد يبلغ نصابا، والنصاب على وزن الذهب أن يكون 85 غرام من الذهب، وهذا ما اتفق عليه العلماء أن الذهب هو المستقر أو هو المقرر الشرعي حتى يكون يعني متعارف عليه. أما الفضة فقد كانت سابقا متقررة شرعا، ولكن الفضة يعني قد قلت قيمتها عما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأنعام لها شروط في الزكاة. أول شرط لهذه الزكاة أن تكون سائمة، أي ترعى العشب التي يعني ينبت وحده بعض أيام السنة. العشب معروف أنها العشب نعم من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول يعني وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذا العشب نعم من الله سبحانه وتعالى. فإن كانت سائمة أي أنها ترعى من أرض الله سبحانه وتعالى فإنها يعني تكون شرط لوجوب الزكاة فيها. تجب الزكاة في السائمة ولا تجب في التي تعلف، أناقش هذا الشرط مع زملائي. الذي تعلف لأن الإنسان يدفع عليها مبلغا من المال فيكون قد أنفق عليها، فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يكلف إنسان ما لا يطيق، إنما الله عز وجل يجعل الزكاة فيما جعل من نبات العشب، أي يكون تخفيفا على دفع ذلك المواطن. أما الذي تعلف ويدفع عليها فإنها لا تزكى عند أغلب قول العلماء، وذلك تخفيفا لهذا الإنسان، أي الحكمة. اثنين، أن تكون للنسل والدرر، أي أما إن كانت الحراثة والركوب فلا تجب الزكاة فيها. يعني كثير من الناس يعني أهل البادية يربون الأغنام لأجل التكاثر ولأجل زيادة العدد، أما بعضهم يعني يربي خيلا واحدة لأجل الحراثة، فهذه الخيل لا تزكى إذا كانت للحراثة وإن كانت للركوب. لأن إذا كانت للنسل فإنها تتكاثر، فإن الزكاة لا تنقصها إنما تبارك فيها. اثنين، أن يمضي على امتلاك حول قمري، وهي الأشهر القمرية ومنها شهر رمضان المبارك. رابعا، أن تبلغ النصاب المقرر شرعا. ونصاب زكاة العام موضح في الجدول التالي: مثلا الإبل النصاب المقرر شرعا خمس من الإبل، إذا كان عندك تملك خمس إبل أي خمس جمال عليك شاة واحدة في السنة. انظروا كيف العدل من الله سبحانه وتعالى، فالشاة هي قليلة جدا بالنسبة لما يكون عندك من الأغنام الكثيرة. أما البقر الذي يملك 30 بقرة ما شاء الله، اللهم زد وبارك، فبقرة أتمت السنة ودخلت في السنة الثانية، يعني يزكي بقرة عمرها سنتان، أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية. والغنم الذي يملك 40 شاة من الغنم، اللهم زد وبارك، يعني يزكي شاة واحدة، ولا شك أن الزكاة تكون من أحسن الأموال وأحسن ما كتب الله سبحانه وتعالى من الخير. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فيجب أن تكون الزكاة في أحسن الأشياء لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه السلام يعجبه أن يكون الإنسان يستخرج الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. معلومة
بقية الحيوانات غير الأنعام من الماشية كالخيل والبغال والحمير لا زكاة فيها إذ لم تكن للتجارة، أما إن كانت التجارة ففيها زكاة عروض التجارة. يعني إذا كان عروض التجارة اللي هي يعني الناس يتاجر بهذه الأشياء فتزكى زكاة عروض التجارة، أي كتاجر يعني، وأخذنا نحن عروض التجارة هي مبلغ من المال يرصد للتجارة والبيع والشراء، فهذه يزكى عروض التجارة. لا يزكى يعني إنسان يتاجر مثلا بالأرانب، يتاجر بالطيور، يتاجر ب يعني أشياء ثانية، فإن هذه لا تزكى على أنها أنعام، تزكى على أنها عروض تجارة. طيب هنا يا شباب أتعلم زكاة الأنعام شروطها، هنا موجود الشروط يا شباب، نرجع هنا 1 2 3 4 هاي شروطها، الله يحفظكم. أنصبتها الإبل هاي موجودة بالجدول، 5 من الإبل ها، والبقر والغنم موجودة هنا الله يحفظكم. مقدار الزكاة الواجب فيها هنا شاة واحدة إذا كان 5 من الإبل، و30 إذا كان 30 بقرة أي بقرة سنتان، والغنم تكون إذا كان عندك 40 من الغنم تزكي شاة واحدة من الغنم. إذن هذا الجدول هو سهل جدا، أرجو من الطلاب يعني يحلوا على الكتاب، يصور للحل يعني، بارك الله فيك. طيب هنا عندنا أسئلة، وضح المقصود بالأنعام الصائمة هي الأنعام التي تأكل من عشب الأرض وهي البقر والغنم والإبل. طيب هنا أمل الجدول التالي، الإبل والبقر والغنم أنصبتها موجودة هنا يا شباب، هي الشرار، وهنا وجوب الشروط فيها موجودة كذلك هنا. طيب وعندنا سؤال يعني أملأ الجدول التالي، هاي المسألة أرجو أنك يعني تحلها، مثلا حلك أول وحدانا، عند على 45 شاة وحال عليه الحول تجب الزكاة فيها، مقدار الزكاة شاة واحدة، يعني 40 تكون شاة واحدة. طيب